ما يبي يدوج، يبي ياخذ البوس الضرب عشان يلحق للهوتش بسرعه، هو ذكي شوي. لكن ما طقمت كل حاجه. الهوتش الهوتش معنا قاست. تورين مان جيم الاسطوري. يتقاعد طالع ورا. هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. جاتلك مقطع جديد اليوم، بيكون بلدات المتابعين، اتوقع رقم 3 ولا 4. للمرة باخذ بلدين من عندكم، واسمحوا لي اللي ما اخذ بلداتهم ان شاء الله المقطع الجاي ولا اللي بعده باخذ بلداتكم. وان شاء الله كلكم اذا عندكم بلدات اكثر ارسلوا لي طبعا في الانستغرام، واتمنى البلدات بتكون حلوه كلها عشان الكل يستفيد وكل يستمتع. بس والله خلينا بنروح لاخونا بالله وبنشوف ايش كاتب لنا، وبرجع لكم على طول. اول شيء كتب لي: السلام عليكم، معك مين بلايد. وعليكم السلام والنعم بالمينات الكلر كلهم. ابي اعطيك بلد اسطوري بالبلايد، اول بيرك نويات اللي يقفل باب لمده دقيقه كامله، اوكي. والبيرك الثاني بيكون باربيكون تشيلي. البيرك الثالث حق النيمسيس، واللي هو اول ما ترسبن الجيم يوريك اورا السرفايفر 12 ثانيه، يقصد الليتل يعني. ويقول هنا اخر بيرك عندك شادو بورن، والادونات 7 رشات، والادون الثاني الاخضر يقول يعطيك سبيد 6%. طيب الله يعطيك العافيه ومشكور والله على البلد مقدما، وبشرح لكم البيركات يا جماعه والادونات بسرعه. طيب مثل ما قال اخوينا، اول بيرك عندنا نوي اوت، هذا البيرك يقول لكم كل مره تعلق سرفايفر يجيك توكن، لازم تعلق سرفايفر جديد عشان يجيك التوكن هذا. فائده التوكن يبطئ فكه البوابه لمده 12 ثانيه، يعني البوابه تكون مقفله لمده 12 ثانيه. اذا لقت 4 سرفايفر في الهوك مختلفين يصير عندك 4 توكنات، والبيرك يعطيك 12 ثانيه فيصير دقيقه كامله البوابه مقفله. اول ما السرفايفر يلمس البوابه يتفعل هذا البيرك، يصير عنده دقيقه كامله مقفله البوابه. البيرك الثاني باربيكون تشيلي، هذا البيرك يقول لكم لتعلق سرفايفر في الهوك يتفعل هذا البيرك. اي سرفايفر 40 متر بعيد عن الهوك نفسه اللي علقت فيه السرفايفر، اشوف الاورا السرفايفر كلهم في الماب 5 ثواني. البيرك الثالث اللي هو ليثل، هذا البيرك يقول لكم اول ما ترسب من الجيم تقدر تشوف الاورا السرفايفر كلهم في الماب لمده 9 ثواني، واي بيرك ولا ادن اورا يزداد ثانيتين زياده. البيرك الرابع شادو بورد، هذا البيرك يقول لكم يحسن مجال الرؤيه 15، يعني زي الشاشه العريضه باختصار، يعني ما احتاج اني اشرح لكم شادو بورد معروف يعني. خلصنا البيركات، بنروح لادونات السريع. لادون الاول، هذا الادون يقول لك كل مره تسوي رش تجيك سرعه 6%، يعني انا دقيت الرش الاول الثاني الثالث الرابع تجيني سرعه 6%. الادون الاخضر واللي هو هذا تقريبا من اقوى ادونات بلايت، هذا الادون يقول لكم لما تسوي رش الاول يجيك سرعه 10% ويزود لك رشين زياده ويرجع لك الابيليتي بنسبه 20%، بس المقابل هذا السلبي حق الادون يقول لك اللف يصير عندك بطيء بنسبه 55%، يعني اللف يصير عندك شوي ثقيل بنسبه 55%. لكن عادي، انا بالنسبه لي العب ماوس كيبورد فانا ما عندي مشاكل يعني في هذا الادون. المشاكل تجيك اللي يلعب يد، يعني ممكن تجي شوي مشاكل. إذا بتعود يعني بهذا الأدن أكيد يعني بيصير محترف يعني بالبلايت، بيصير هذا الأدن بالنسبة له مرة أساسي. كده خلصنا البركات والأدنات، أتمنى أنكم تستمتعوا في الجيم الأول، ويلا يا بلايت. أوكي اللودينج مرة تأخر، شكل بلاي ستيشن ضدي، مرة تأخر، أعوذ بالله. وات هيفن. يب بلاي ستيشن، واضح إنهم عرب بعد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طبعًا بلد قوي لبلايت. تيثر عشان أشوف بداية الجيم. هذا عنده لوب ما عنده جنات، فبلحق الافضل عندهم جنات. هذه اول غلطة، خلنا نستفيد من الشادو بور. اوكي ما بنستفيد من الشادو بور. المهم اللي قرش، عارف انك بتدوج عشان كذا لفيت يسار على طول. فلاش عنده واحد، انا فيها متوقع عنده فلاش. طبعا بلدي يعتمد على لعبي انا. طبعا باربيكيو هنا اللي ما مداني اشوف، لان هذا دشه قريب. واحد سيف الهوك. اتوقع نيه، يب نيه هنا. تقول ما عندي جيم بالستوري. اوه والله مصحصح. لك ما انت مصحصح في دي صح؟ والله عودة جميلة لدبد. اوكي
تعال اوريك المايند جيم كيف تسوي فيها مايند جيم. انا اسوي مايند جيم بعد والله، يعني لخمت مره يا جماعه، مره ادخل الشاك مره ما ادخل. اوكي باربيكيو، هذاك واحد هناك. اوكي بيل يعتمد على الهوكات، كل مره اخذ هوكات يستفيد من البيل. اول هيت طبعا، شوفوا الهوكين دخلتهم عشان نوي اوت عشان الاند جيم. اوكي هو داخل ما مداني حتى. هلا والله، ما درت انك هنا تدري. انا شفت فينج ما شفته اصلا، هذا هو فينج، بخليه يسيف. انا جاب ريد في اللوب ديد هارد. لا اوكي ما في، هذاك هناك. ورا دي صح؟ يب حلوة. هنا مرة انضغطوا ترى، بعلق ذاك هوك ثاني احسن، بضغطهم زيادة. اوكي ما دام تهيل نية فينك، ما هو قريب هنا 100%. وانا بعد فلت ترى ريكفر، فافضل شيء له هو باربيكيو سريع. اوكي قال لي هيلة. قد لك الهيت. اوكي هذا عنده فلاش، ما يمدي يسيفه. يب ما يمدي، مره بعيد كان، مره انضغطوا يا جماعه. ترى الجنات تنافض، هذا اللي هنا يتنافض، عندكم جهه ثانيه، وعندي واحد يدهر. واحد هنا صح؟ حلو. خلاص الحين تقريبا النويات بيتفاعل، عندي دقيقة كاملة البوابة مقفلة. باربيكيو سريع، مالية اللي تدبل ثانيتين فيصير ست ثواني باربيكيو. تاليانية، أنا ترى ماني متنل ترى، معلوميا بس ما بقعد أتنل، بلا بادي. ياب نفس اللوب، انا حسبته سحب اللوب عشان كذا لفيت يمين يسار قبل شوي. حلو هنية. حلوة هنية حلوة، مركزوا في اللوب الحين. برمي ذكي. اتوقع ما ديد هارد كان، بشيله ممكن فلاش فينج. لا اوكي ما موجود فينج، بلقى تله مره ثانيه. طيب ممتاز، عندنا اثنين ديد هوك، هذا والثاني. ولو لاند الشاك انا بروح لاند الشاك. ايه قلت ممكن يتكي، بس ولا واحد اثنين ثلاثه ما مشت عليك. تعال تعال، وش مسوي نفسك اللي زابن كذا؟ حلو مشت عليه نايس. تدهار نتاكد انه يا جماعه ما ادري ايش معه، لا مع لايت ولا تدهار ولا شيء، ما ادري ايش معه. باربيكيو سريع هناك عند الجني، ما ينفع دق جني خلاص، لان اوريدي مالي ولا بيرك جنات، كله يعتمد على اللوب بلدي كامل. كل مرة ألعبها صح في اللوب خلاص فرصة لي أكبر. تعرفوا البلد اللي يقولك لا تغلط أبد في اللوب؟ كنت بسوي سلايد ولكن لف يسار. من هذا؟ هلا والله فينك، ما شفتك مرة تدري. المفروض ما اسحب على الثاني ولكن يلا. شكرا للكفر. لكن ما بيشيل يعني مني اني باخذ من عندك. ممتاز. ما
ما تبي تتكف اللب صح؟ نقدر ان سلاي تشبك في دي. واو يا جماعة اول جيم وكذا مبدع انا مرة كويس. هذا نية. حلو. باقي جني واحد اوكي. انا زي ما قلت ماني متنى لكن ما يمنع اني اكمبر شوي. انا على كلمتي. ترى انا الحين لحقتك لا تحسب عشان يبايعها. انت باقي لك وقت ثاني بطول الجيم. شفت كيف اني اقدر اجيبك بسرعة. اوكي هذا كلام ضد هوك الحين. ترى عندي نوميات عشان كذا انا مروق عليهم. نية داخل المين. انا علقت فينج فبالحكي يا نية. صراحة غلطتك يعني انك ما هيلت. لان انا قاعد اعطي كل واحد شيساته فل هيل كانوا. غلطة عمرك والله انك ما هيلت مو مني انا. فاز لي يا جماعة من البلد كامل الشادو بورن الباربيكيو مع الليثل. بلد حلو مرة. لك لازم تلعب مرة مركز في الشيسات. لازم تركيز مليون في الشيسات. هنا. لا اوكي هنا هنا. فينج اتوقع. اتوقع فينج. ما شفت مين. نايس فينج. ما يمنع لك الهيت ترى باخذه يعني ما اخذه. حلو. كم بنقاتهم هم يا جماعه؟ انا ما ادري كم. اوه والله بنقاتهم مرتفع شوي 130 135 وواحد فيهم 70. ما اشوف الاخير الباربيكيو. ممكن في لوكر هنا اذا دخل لوكر ما اشوف اللورا حق الباربيكيو. صراحه فزالي في المره البلد مره 7 رشاد والسبيد الاخضر يعطيني 6. اوكي هذا هو. ما يبي يدوج يبي ياخذ البوس الضرب عشان يلحق الهاتش بسرعه. هو ذكي شوي لكن ما طقمت تلحق. الهاتش الهاتش شت 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 الهاتش تكفى كفل نويس. اوه قمت يا جماعه. يا ساتر الهاتش كانت قريبه من عنده ما انتبهت والله. حرام نويات ما تفعل لكن يلا اهم شيء البيلد سويته. بروح للجيم الثاني بس نشوف وش حاطين بركاتهم هم. جي جي والله جيم ممتع مره استمتعت بالجيم. لا كامب ولا تنل. اللهم كامب يعني خفيف يعني من بعيد لبعيد. يعني هو الكامب القوي. جي جي والله. طيب نشوف اول شيء هذا ما لايت. ليش طيب يدور في الشاك ده يستهبل صح؟ انا مع فور ذا بيبول وبيرك سبيد مسوي كومبو. خلاص هو بتنرف بيرك السبيد. هذا اوف ذا ريكورد. احساف اني ما تنلت اصلا احد. برستيجاتهم حلوه. يبي تعودون اللايت من بدري. واهم شيء استمتعتوا في الجيم الاول بروح البلد الثاني الحين وبنشوف. طبعا رجعت لكم مره ثانيه اتمنى انك استمتعتوا في الجيم الاول اللي هو جيم البلايت. المقطع الثاني بيكون بلد بالمايكل. خلينا بنشوف كلام خوينا اللي كتب لنا ونرجع لكم. كتب لي السلام عليكم عندي بلد بمايكل. طيب خلينا نشوف البيركات للسريع. طيب قال لي البيركات كوربت اندورينج سبريت فيوري وبوب غاز ذا ويزل. الادونات طيب الادن هو قال لي ادن الاحمر الانفنت واتمنى انه يعجبك. طيب الادن الثاني هو بعدها كتب لي والله بكيفك وفي ادن يخلي يشحن اسرع حطه. واللي يقصد يعني الجي مايرز موموريس اتوقع كذا اسمه مخبضني ولا هو هذا. طبعا بشرح لكم البيركات الاسيا والادنات وارجع لكم. انا ما ادري ليش ارجع لكم انا اصلا معاكم اسولف. المهم البيرك الاول عندنا كوربت. اول ما ترسب ان الجيم عندك دقيقتين كامله الجنات مقفله في الماب. اذا خلصت مده دقيقتين تنفك 3 جنات. ولكن اذا طيحت السرفايفر لمده دقيقتين قبل ما تخلص البيرك يطفي وتنفك 3 جنات اللي تقفلت. البيرك الثاني اندورينج اذا اخذ ستان على البلت يتفعل هذا البيرك يصير ريكفري حق الستان اللي اخذته. مقصد يعني ريكفري حق البيرك هذا 50% نفسه مايكل يصحى بسرعه بنسبه 50% لما ياخذ ستان على البلت.
مع الكومبو الاسطوري مع البيرك اندور رينج سبيرت فيوري، اذا ما كسر بالتين يدفع له هذا البيرك. البلت الثالث اذا طاني اياها ستان يتستن يعني مايكل يتتكسر على طول، مع سبير مع الاندورينج يصير كومبو اسطوري. فهذه فكرة خوينا، وقال لي البيرك الاخير اللي هو بوب غاز ذا ويزل، اذا علق سرفايفر في الهوك يدفع له هذا البيرك. عندي 45 دقيقة اقدر اكسر اي جيني في الماب، والجيني اللي اكسره ينقص 30%. كذا خلصنا البيركات، اروح لادونات. هذا الادون يقول لكم اذا وصلت تير 2 تصير تير 3 تقريبا الشحن يصير بطيء عندك 200%، يعني الشحن يصير مره بطيء وانت تير 2 ما يشحن بسرعه. الادون الاخضر واللي هو قال لنا طبعا هذا يشحن بنسبه 25% اسرع، واللي هو لما اكون تير 1 ل 2 ما يفرق يعني اشحن بسرعه يكون. وبس والله اتمنى المقطع يعجبكم. هذا لعبت انا 3 جيم بمايكل، الجيم الثاني كان ضد ستريمر، لكن انا ما شفت الجيم لحتى الحين، هو حافظ بثه ولا لا الله اعلم، فبشوف انا بثه. اذا كان جيم حلو بحط لكم جيم لحاله ضد ستريمر وبنشوف. ويلا للجيم. جاردينج اوف جوي طقم حط الماب، والله اني عارف انتم بس من السيرفر تلعبون ذا الماب. يلا بعد كم من يوم بتنرف ونشوف كيف لعبكم بعدين، بس بالسر بلتات مو مره سيف زي الفتره الحاليه. ايه ذا الماب ايش كبره علي فترة، صدقني ما لعب سيرفايفر فترة طويلة مرة، بس متكي كيلر ولكن ما يصير يعني بعد كذا ما لعب كيلر اللي يجيني ذا الماب كل مرة. حتى مقطع البليج اللي قبل نزلته لكم بالبلد جاني ذا الماب، خذك اول هيت ما عندي مشكلة ما اشحن، حن اشحن لوك اذا انت بعيد، خذ مسافة النوك. بس التيرتو، بس ابي التيرتو. ايوه شكرا لك، خلاص انا حن راضي، اخذت هيت ونفسك تيرتو مره كويس. الحين عندي الكوربت لسه نص، لو اخلص بلتات شوي بعد يكون مره شيء اسطوري. حلوين، ما بسوي ريسبكت البلت. ياب اني عارف انك ما بترميها، عندي اندورنج الفاضي يعني. انا قلت لو راح البلت القويه كان ما يمديني. مايند جيم بسيط، مشيت لك اكيد اني بسوي ريسبكت لان الجيل حلوه اللي اخذها، انا اكيد ما بعطي الجيل حلو، بعطي الجيل لو هنا جاء هو كنت بسوي له بدل مع البلد على طول ما عندي مشكله، لكن هو اخذ جيل حلوه فما بعطي اياها الصراحه يعني. ابقى بسرعه يا هلا والله ومسهله، تدري انا اصلا ما شفته، كنت بروح ادق دك جيني باب. قريب انا حمر خلاص يا جماعه، ياب خلاص ما اقدر اشحن منه، يبغالي واحد ثاني من الصفر اشحن له. اوكي لايك معاه، والله دوله معرقين، اتوقع دوله سينو يا جماعه، ولا اتوقع انهم بلست سينو حقين سينو مشكله. خلنا كمون كمل في ذا اللوب، يلا ما عندي مشكله ما بسوي له كريسبكت، البت مره قويه. يلا شكرا بشحن لك وبصير ماكس تير 3. الحين جاي الليمت، طيب وش استفدتوا؟ ودي نص سبرت فيوري وجيني لفوق اكسر دي صار سبرت فيوري فول، قلب الثانية راحت. اه وش بسوي ذي الحركة؟ يا خفيف بشيت عليك، ما تلحق الويندو، لو انت وشو لو انت وشو ما تلحق الويندو. خلاص انت ديد، انت حرفيا ديد. ابدك ذا الجيني بوب عشان بستفيد، وعشان ترصت البوب بعلق ذا مرة واحدة لان معاهم لايكات ودنيا اكيد، ولا تيم كامل فل تيم. يلا هذا هوك تقريبا معك ذا برا تايم، عنده لايك اتوقع يا جماعه، ياب عنده لايك. هاي حركه انا اكرهها تدري، اللي يجي عندي بيقول لي التنل. يلا انت تحمل غلطه خويك، يلا تحمل غلطه خويك خلاص
تحمل غلطة خويك خلاص. يتبق. شادينها انتن مرة للدرجة. يا رجال الهوك يلا. دمتم شادينها للدرجة دي. وندي انليمتد. لا احنا اوريكم اللعب الصدق. عن الامانة بلعب كنت جيم عادي. لكن تجبر الواحد يلعب جيم اوسخ منه ما في. شوف سويف راح قوم ذاك اول بعدين. اطالعك ثاني. هاي ليرف طويل انت. يلا بس. ليركم طويل انتون. ترى بايعين الجيم علي لما تدرون. اوكي. معنا قاست. تولين من جيم الاسطوري. يتقاعد طالع ورا. اتمنى الصوت ما يصير عليه مشاكل يا جماعه. المقطع اللي قبل سجلته الصوت فيه كهرب كان وما ودي كنت احطه، بيصير تشويش وبيصير زعج في المقطع كان. دخلت جيم ثاني يعني هنا صراحه. هو شوف انا للامانه كنت ما بتنل ولا بلعب ذا اللعب. هم يجبرون الواحد يلعب ذا اللعب. بدك تجيني البوب وبرجع البيس من الحين اوريهم شغلهم. انا عارف انكم حريقة جنات. لعبهم مرة يعني حرفين تعرف اللي يبون يفوزون يا جماعة هذا لعبهم. حاطين لك الماب ولايكات ودنيا. انا كنت بعيد عن الهوك ترى 10 متر يعني ما عندك ما يطلع من الهوك ترى. لو حتى نطيت الحين فيس كام ما يطلع من الهوك. ميت ميت ميت. الله يعقب شر. الله يعقب شر ما انت مسيفينه. اوريكم زي اللعب، لعبكم هذا انتم تلعبون ضدي وانا سيرف، صح اني انا ما العب لي فترة ولكن اعرف كيف اكنتركم. اعرف من بلاتيزي. ايوه ادب. باقي لي توكن ثاني سبيرت فيوري يتجهز. والله لعبهم ينرفز يا جماعة، اقسم بالله واحد يبي يستمتع بلد وهو يجيكم زي كذا، ها شوف كيف يرمون بلد بعد. ما يخلي الواحد يستمتع صدق. طبعا هذا هوك ثاني. برد فيوري ما يبي يعطيني. خلاص هو غلط. برد لستوحن بيجيني. ياب. خلاص ديد. هذا عنده باك جراوند انا شفته ولا هو ايده بهوش له. انا اختفى ده بسم الله. ها؟ وين اختفى ده بسم الله يا جماعه؟ هنا عند اللوب؟ لا والله مو هنا. فاشل. يا الكريه. ما بخلي الجيم يطير كذا ابدا. بخلي سلاك خلاص ما دام هم كذا. انت حبيب ترك فليت لو ما تدري. اسلق ها. وش عندكم الحين؟ عم بركب لوت بعد. يتبك للدرجة مضغوطين. معلق ذا هنا ذاك بيسحب البوابة. بيوخرنا الخوية يا حبيبي. ذي الحركات لا تلعبها علي. انا بسحب البوابة. اسحب بخليك تطلع. هذا ابو تيبك ما هو طالع. على كيفك يعني الدنيا تحسب. على كيفك الدنيا يعني تحسب انت بتسيف. يلا دق ها. طيب ها بتخلص. ها
خلصت خلصت انا حنا وريتي باقوك. تعال يلا تعال انا وريتي باقوك. خلى لعبكم من فيتكم. ها هذا اسالك بعد وتم الداء صار ايزي. ها انا لعبكم بدل الزفت. اقسم بالله لعبوا من نرفز ما خلي الواحد يستمتع. جنات وحرق ولايكات توني اول هوك. السلامة ايش فيكم؟ اقول بس اسكت ولا كلمة ما اسمع لك حس. ممكن يطلع من الهوك ترى ما ادري عنه. اي غصب عنك. اي خلتي بقى ينفاك. اي 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 القمو طعم الفوز على ظهركم جميل صح. والله اقسم بالله لعبوا من نرفز. اعذروا اني يمكن قلت كلمة غلط يعني ولا شيء، لكن شيء طلع من اني تنرفزت منهم صراحة مرة. يب معاه دقة. هوب معاه حركات. وكلكم بيرك سبيد. يلا نشوفكم مع التحديث ان شاء الله كيف لعبكم بيصير. أربعة ولا؟ لا ثلاثة لايكات ثلاثة. يب معاه باك جراوند. استغربت قلت وين؟ مستحيل يفلشني كذا. طبعا اتوقع انهم سين وما اقدر ادخل بروفايل اي احد. لما انا هم لعبهم طيب لما الصدق. اطيب ممكن ما تضحك لعبهم طيب كان. وهنا طبعا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنكم استمتعتوا، إذا كانوا هم عرب صراحة أتمنى العذر والسموح لأن كلام هو يعني شخص صنع يعني، هو كلام يعني عادي مجرد يعني جيم، لا أقل ولا أكثر، وبس والله أشوفكم على خير.